حنا بقى عندنا واحد الفيروس هو اللي كيدور عندنا حنا راهو معروف. هاد الفيروس حنا الاوريجينال ديالو هاد المناسبة ديال الحضور ديالكم اليوم هو راه كاين واحد ربما كاين اللي كيقولوا انه غادي يجيو بدا الكوس باغي شي تنديد وسيون في هاد السجاجية باش ينسى صاحبو من ديال اللي دار الباط ديالو تحيد. فهاد المناسبة الاخوان الحضور ديالكم غدا ضروري ومؤكد تلاقاو غدا مع السعود ماجينا الصباح ان شاء الله الرحمن الرحيم. واللي غيقعد الاخ الاخر اللي كاين تناصر هنا اليوم عمره 70 سنه ما حنا ما بقاش سنه هو اللي غادي يتسدد هي وصاحبها تسهل لي معروف حنا ما يبقاش عندنا دور شي واحد اللي دور شي موجه على الجامعه نسدو لي اش بقى هذا هو الدور ديالنا حنا كمناضلين كجهاز اللي حقا كنشوفوا الاخوان اللي ساهرين خصوصا المنصفين راه باش هذا الدور اللي كنقوموا به الاخوان المناضلين راه المنصفين والله العظيم كيشوفوا الناس راه دور عامل جبار وانا راه كنمشي للرباط مقاشي على بوا المليار وابي ولدي انا كاع شي واحد يمس الشعر من رئيس الجامعه والله ما خلو حي اللي بغا ديما يقول شي وصل يوصل هذا حنا غنسير غنفدو غير النفس الاخوان الجداد اللي في الدايمتهم راه بدا بفضل الله ودير السيد هنا هو اللي عطى توجيهات للجامع الاداره باش دخل ولاد عمان ولاد الشعب كانوا يستافدوا من هذه المؤسسه هذه. خاصكم انتم تجاوبوا دائما الحب هذه التعبئه اللي كاينه دابا تبقى نصوره ماشي دابا هذه المرحله ديال باش الجوع الملتصق على حال الجوع اليوم فخاص يبقى هذا العمل يبقى متسلسل دائما كل خميسيه وخميسيه باش حنا ما نخرجوش هذه الميكروبات بين ربينا الطفيليات يعني كنعرفوا التعبير ديالهم هذه الطفيليات هو في حق انا قريب في الانضاف ما يبقاوش هذا العكس صح الوجود ديال الاخوان المناضلين والجهات ديالنا حنا راه ما يبقاوش هذه الطفيليات الغالب انك تنبدو يا ربي ماشي ديك وبهذه المناسبه راه كنقول لك هو الحضور غدا ضروري اللي عنده بغا ينسى مع الكاتبان ديالو اللي غياخذ كوميزاسيون غياخذ كوميزاسيون سعود ماشيون لا لا على ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تعرفوا شنو هو صحيح المنظمه ديالنا الجامعه ديالنا ورئيس الجامعه ديالنا اللي هو المزيان ديال الجامعه ديالنا بهذه المناسبه كنحييو بصفه حاره